الكره المصريه راجل سرعه وفكر واوفرات وعنده ومراوغه توك توك يا كابتن، حاجه جميله جدا. صاروخ الكره المصريه لا ما هو توك من الناحيه اللي ما هو توك توك سريع اسرع واحد في مصر دلوقتي التوك توك في في الانطلاقات ودي بيوصل بسرعه بيوصل بسرعه طبعا النهارده ما شفناش عبد الواحد في الماتش، وده يوريك ان نادي الزمالك كان بيهاجم ازاي وبيملك الكره ازاي طيب كابتن خلينا نتوقف ونذهب الى ملعب المباراه، حيث مراسم تسليم كاس مصر امام المنصه باستاد الجونه، وكبير اليوران مندوبا عن رئيس الجمهوريه السيد عدلي منصور يسلم الكاس برفقه الكابتن طاهر ابو زيد وزير الدوله لشؤون الرياضه، وفي حضور الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، صوت وصوره مع مراسم التسليم، وايضا موجود المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله اللي بنهنيه على وصول وادي دجله للمباراه النهائيه لكاس مصر. نذهب الى ملعب المباراه وصوت وصوره مع مراسم تسليم كاس مصر. المدرب العام والكابتن عبد الباقي جمال بيتسلموا طبعا ميداليات الفضه المركز الثاني، ومعاهم طبعا اخصائي التدريب ناصر هريدي ومحمود نبيل وسيد محمود، والقياده طبعا الفنيه لكابتن هاني رمزي، وحوار كده من ايمن يونس، كابتن ايمن يونس عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وكابتن محمود الشامي ودكتور كمال درويش والكابتن جمال علام رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وهنا الفرحه من الكابتن حلمي طولان وعبد الواحد السيد، هيخشوا طبعا لعبة نادي الزمالك، ومعاهم طبعا وليد مهدي المنسق هنا في الملعب من الاتحاد المصري لكرة القدم للملعب. هذه كوارشي بيتلقى طبعا الميدالية، والكابتن أحمد فتح الله والكابتن عبد الباقي جمال من طبعا أعضاء مجلس إدارة وادي كابتن خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في الماسورة الرأسية. جو جميل واحتفالية رائعة، دي كابتن أيمن يونس، وأدي هيثم حارس المرمى، هيثم محمد والحصري شفناه قبل كده، وادي بدلاء ايضا فريق وادي دجله، سواء احمد مجدي شادي عهدي وايمن عادل عشان ما ننساش حد طبعا من كل اسامي فريق وادي دجله. ادي نادي الزمالك، ويدخل عبد الواحد السيد كابتن التيم اول واحد يتلقى طبعا الميداليه الذهبيه وحصوله على طبعا المركز والفوز بالمركز الاول، وهو الفوز بكاس مصر طبعا. المركز الثاني فريق وادي دجله، شيكابالا وادي على طول حضن كده، لان بقول لحضراتكم اكثر واحد قدر يحتضن النجوم هو كابتن ايمن يونس، عرف ازاي يوظف النجوم سواء شيكابالا سواء احمد جعفر. ادي تحيه لاحمد سمير، وشفنا شيكابالا، وادي تحيه ايضا للي جاي طبعا ويخش في التشكيله فتح الله، شفت رقم 20 فتح الله اللي طبعا بنتمنى له طبعا العوده مره اخرى للملاعب بعد الاصابه. وادي محمد ابراهيم، احمد توفيق، وشفنا قبل كده صلاح سليمان، وادي طلبه، احمد جعفر، وشايف السعاده على وجه كابتن ايمن يونس، وادي كابتن محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري، اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، واد مرتضى ابن المستشار مرتضى منصور، وادي كابتن خالد لطيف، وادي الجماهير بقى للنهارده. بقول لحضراتكم اكيد هيبقى في احتفاليه كبرى للقلعه البيضاء بالفوز بالكاس وتتويج نادي الزمالك للفوز بالكاس، وغياب طويل عن البطولات. ادي احمد عيد، وشفنا لعيبه نادي الزمالك بتتلقى التهنئه طبعا في المقصورة الرأسية، مؤمن زكريا، وادي عمر جابر، محمد عبد الشافي داخل، وادي هاني سعيد، أحمد حسن بيسلم هنا على الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة، والكابتن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. جو جميل واحتفالية رائعة هنا في استاد الجونة الرياضي. بقول لحضراتكم اللي احتضن يعني وادى بريق امل لعوده النشاط الكابتن اسامه نبيه، واحد من نجوم نادي الزمالك، كان لاعب وايضا النهارده بيتلقى طبعا كاس مصر، بيحصل على كاس وهو مدرب، وقبل كده حصل على الكاس وهو لاعب، تتحسب له. ايضا الكابتن حلمي طولان المدير الفني، كابتن ايمن حافظ طبعا مدرب حراس المرمى لنادي الزمالك، ايضا الكابتن ممدوح المحمدي المدرب العام، و ادي احمد عيد والفرحه بالميداليه. هنشوف طبعا وادي احمد علي، وادي جعفر والتحيه، ايضا نادي الزمالك الكابتن حماده انور المدير الاداري، والكابتن ادي حضن كبير جدا لحلمي طولان من الكابتن ايمن يونس، وادي الكابتن
اسامه نبيل فرحانين طبعا ما فيش شك بعوده البطولات مره اخرى. الجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك حماده انور ايضا مدير اداري والكابتن احمد السيسي الاداري الكابتن مصطفى المنيري طبيب الفريق الدكتور عمرو المطراوي مدرب احمال والكابتن محمد السيد والكابتن علي حسونه دول اعضاء الجهاز الفني كلهم داخلين علشان يتلقوا الميداليات الذهبيه بعد لحظات. طبعا هنشوف عبد الواحد اكيد هو بيحمل الكاس بعد غياب وادي حضن ايضا لاحمد ونور السيد ادي نور السيد واخد شو كده عالي هنا الكابتن ايمن يونس لان بقول لحضراتكم هو قعد احساسه كده كطبعا لعيب سابق في نادي الزمالك ومنتخب مصر والان في مجلس الاداره عارف طبعا نفسيه اللاعبين وازاي يخرج اللعيبه من النواحي النفسيه وده كان نقدر نقول خطته في المرحله الاخيره. وادي جماهير نادي الزمالك اللي بقول لحضراتكم الكل بيرفع لهم التحيه انهم جم يعني الى مدينه الجونه بحوالي 450 كيلو من القاهره بعد ترقب وقلق في النهارده يكون المباراه بجماهير. اعتقد النهارده يوم رائع لو المباراه دون جماهير اعتقد ما كانش هتخرج بالحلاوه والطعامه ديت. ادي على طول باقي اعضاء الجهاز الفني والاداري بتتلقى تاني وادي الدكتور كمال درويش رئيس مجلس اداره وادي طبعا الفرحه من الجهاز الفني والاداري ولاعيبه نادي الزمالك بالكاس طبعا منتظرين حمل الكاس منتظرين اللقطه القويه اللي هتطلع. وادي محافظ البحر الاحمر سياده اللواء طبعا احمد عبد الله بيتلقى طبعا التهاني مع اعضاء مجلس الاداره لنادي الزمالك اللي بيحضروا هذا اللقاء. وادي كاس مصر لهذا الموسم وكابتن ايمن يونس يرفع كاس مصر مع كابتن التيم عبد الواحد السيد ويعود مره اخرى عبد الواحد السيد لحمل كاس مصر بعد غياب يعني طويل خمس مواسم سابقه. كان بيحلم نادي الزمالك طبعا تحديدا اخر لقب ليه كان كاس مصر منذ عام 2008-2009 وادي الفرحه من جماهير نادي الزمالك بالفوز باللقب اللي اكيد هيدي حلاوه في مواقف قادمه. نتمنى بقى تكون بدايه زي ما قلت لحضراتكم لعوده النشاط للمستطيل الاخضر والملاعب ونشوف ده ينعكس. وادي شيكابالا عريس طبعا شيكابالا نادي الزمالك ومعشوق القلعه البيضاء بيتوجه للجماهير وبيعيشوا طبعا احتفاليه الفوز بالكاس مع جماهير الوايت نايتس جماهير نادي الزمالك. وادي الصواريخ بتعلو سماء مدينه الجونه وملعب الجونه وادي الدكتور كمال درويش سعيد طبعا في شكل ما يكون مجلس اداره يستطيع ان هو في عهده يحقق بطوله بتبقى يعني شيء جميل بيتحسب لمجلس الاداره وايضا يتحسب للاعبين والجهاز الفني. ودي طبعا لازم تكون الرساله اللي موجهه لاي مجلس اداره في اي فريق ازاي تهيئ الجو المناسب لفرقتك. فرحه طبعا واعلام بيضاء ودخلات وحشتنا كتير جدا الدخلات. وادي الجماهير بتحمل طبعا الكاس لان هي الجماهير. وادي طبعا رفع الكاس من الوايت نايس ورابطه مشجعي نادي الزمالك اللي صبرت كتير جدا لهذه اللحظه اللي بينتظرها طبعا كل عشاق الابيض. نتمنى ونقول ان دي رساله هتبقى فيما هو قادم ان احنا نعلن ان احنا جماهير هتلتزم وهتبقى تشجع بشكل نقدر نقول ملتزم علشان يبقى في تواجد للجماهير مره اخرى في الملاعب الخضراء والمدرجات. ما فيش شك طبعا ان الحلاوه والمتعه والاثاره بدون الجماهير ما تبقاش موجوده علشان كده دي هتبقى رساله وان شاء الله يبقى اعلان لعوده النشاط وعوده الجماهير. نتمنى ايضا النادي الاهلي غدا ان شاء الله ان الكاس الافريقيه تكون للمره الثامنه من نصيب النادي الاهلي ونتمنى ايضا كل الجماهير تؤازر ان شاء الله بكره النادي الاهلي وتؤازر ايضا منتخبنا يوم 19 في لقاء مع غانا. كلنا ايد واحده كلنا نرفع شعار هيا بنا نبدا عهد جديد في مصر على كافه المحافل الرياضيه وكافه المحافل الاخرى على المستوى الرياضي لان الرياضه بقول لحضراتكم هي البدايه الرياضه وكل
جماهير مصر تعشق كرة القدم بشكل كبير جدا جدا جدا. وادي منظر رائع في مدينة الجونة الجميلة اللي بحيي والله يعني كل القائمين على طبعا ملعب الجونة ومدينة الجونة الجميلة، كل القائمين على تنظيم هذا اللقاء اللي شاركوا فيه ان هم يدونا صورة جميلة، صورة حلوة، صورة اكثر من رائعة، وفرحة هنا من لعيبة نادي الزمالك بحمل الكأس. شايف احمد علي ونور السيد، احمد حسن، محمد ابراهيم، حازم امام، الكل فرحان بكأس مصر. احمد حسن يعني عميد لاعبي العالم، احمد حسن اللي كان بيسعى جاهدا بكل الطرق انه يكون موجود في هذه المباراة، زود على نفسه في التمرين في الاونه الاخيره، بقى موجود في التشكيله في ال 19 والنهارده كان موجود في الشوط الثاني علشان اللحظه الجميله. وادي شيكابالا، شيكابالا سعيد مع فريقه. نتمنى بقول لحضراتكم ان ده ينعكس على اداء منتخبنا، على اداء منتخبنا ان شاء الله فيما هو قادم باذن الله، ونشوف اداء طيب باذن الله. عموما اعزائي المشاهدين، سعدت بكم المعلق الرياضي سامح عاشورباجي، وسعد بكم ايضا الدكتور خالد عبد العاطي مخرجا لهذا اللقاء، وايضا الوحده رقم 20. حتى نلتقي ولقاءات قادمه لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.